صباح الخير مشاهدينا وين ما تكونون، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج صباحكم، وأكيد على قناة اليوتيوب ضيوف متنوعين ومواضيع متنوعة تهم كل الأسرة العراقية. صباح الخير بلال. صباح الخير أريج، وصباح الخير على كل الناس اللي يتابعونا. نذهب إلى عندكم خبر. أول أخبارنا لهذا اليوم نبدأها من مديرية الدفاع المدني التي أوضحت أن لديها خطط متكاملة في حالة حدوث أي هزة أرضية للتعامل مع حوادث انهيار الأبنية وما ينجم عنها، مضيفة أن هناك تنسيقا مشتركا مع هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في الإبلاغ عن وجود هزات أرضية أو تقلبات جوية. المديرية أضافت أنه هناك تنسيق مشترك مع أمانة بغداد والجهات المعنية وبلديات المحافظات والمحافظة المعنية بإصدار إجازات البناء ومتابعة الأبنية الآئلة للسقوط، مبينة أنه دائرة في مختلف المؤسسات من وضع متحسسات الحريق ومنظومة الإطفاء. ثم لازم يكونون شوية صريحين ويانا، يعني أكو أنباء عن وجود زلزال قريب أو هزة أرضية؟ سهلة والله إحنا دا نفكر هسه نفكر بالدولار لو نفكر بالهزة بالهزة الأرضية. ننتقل وياكم مشاهدينا إلى وزارة الكهرباء التي أعربت عن دعمها لاستيراد وشراء السيارات التي تعمل كهربائيا، موضحة أن الخطوة هي أن تكون الخطوة الأهم قبل الشراء هي أن تكون قبالتها محطات خاصة للشحن، فيما أكدت استعدادها لتنفيذ التزاماتها في توفير محطات الشحن. قال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن وزارة الكهرباء تترك أبوابها مفتوحة لمختلف الآراء، وأكد أن الوزارة جاهزة لأعمال التنسيق لشحنها بحسب اختصاص الوزارة، مؤكداً أنها ستكون داعمة لمثل هكذا توجهات. وفي خبر منفصل، كشفت وزارة التخطيط عن مراحل متقدمة في مشروع إنشاء طريق الحج البري، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 46%، وهو طريق دولي مهم يربط بين العراق والسعودية ويسهل حركة مرور الحجاج والزائرين، وأنه سيكون بطول 239 كيلومتر، ويعد من المشاريع المهمة اقتصاديا كونه سيصبح أيضا ممرا للتبادل التجاري. التخطيط أوضحت أن المشروع سيسهل استثمار الأراضي الواسعة على جانبي الطريق وغيرها من المشاريع الصناعية والزراعية، مشيرة إلى أن المشروع سيمر بثلاث مراحل ليكتمل إنجازه، داعية الجهات المعنية إلى التعاون معها في حل المشكلات والمعوقات التي تعيق تنفيذه بغية إنجازه بالوقت المحدد. وإلى محافظة بابل، حيث أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي جابر الحساني أنه ترأس اجتماعا في محافظة بابل للإعلان عن المباشرة ب 73 مشروع في المحافظة، وأكد على ضرورة الجودة في العمل والسرعة في التنفيذ بجميع المناطق المشمولة بالمشاريع. ومن بين هذه المشاريع 4 مشاريع في قطاع البلدية و7 في قطاع البلديات و55 مشروع في قطاع التربية، من ضمنها إيصال التيار الكهربائي لعدد من المدارس، إضافة إلى 7 مشاريع في قطاع الماء من ضمنها إيصال الماء الخام إلى مجمعات ماء ناحية الطلعة. وإلى هيئة الأنواء الجوية التي أعلنت عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، حيث توقعت أمطار عادية وانخفاضا في درجات الحرارة، وأن يوم غد الاثنين سيكون الطقس فيه غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية. فيما أشارت الهيئة إلى أنه الثلاثاء المقبل سيكون غائما مع فرصة لتساقط أمطار رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما أوضحت أنه طقس يوم الأربعاء المتوقع ستنخفض فيه درجات الحرارة أكثر من اليوم السابق.
إذن مشاهدينا الآن نروح إلى فقرة المرور، خلينا نشوف حركة السير في شوارع العاصمة بغداد. وقعت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الخميس الماضي عقداً مع المنظمة الدولية للطيران المدني، وذلك لتطوير قطاع الطيران في العراق ومواكبة التطور وتسهيل حركة الطيران العراقي إلى الأجواء الأوروبية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قد رعى دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد إشاع السوداني المحترم حفل توقيع الاتفاقية بين المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو وبين سلطة الطيران المدني يمثلها رئيس سلطة الطيران المدني تقديم الدعم وتطوير قطاع الطيران المدني العراقي. طلبنا من السيد رئيس مجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر، وأخذنا الاستثناءات التي طلبناها، وقد منحونا كل الدعم. وقد قالها اليوم دولة الرئيس عند التوقيع، قال دعمنا سلطة الطيران المدني ورئيسها بكل ما طلب، ولكنه محاسب عندما يكون هنالك إخفاق. توقيع الاتفاقية هي بتشكل نواة مهمة جدا في تطوير منظومة الطيران المدني في جمهورية العراق. وطبعا احنا التمسنا والجهود المبذولة داخليا في سلطة الطيران المدني في إعداد هذه الاتفاقية والنقاشات اللي تمت خلال الفترة السابقة، إنما تدل على أهمية هذا الموضوع وكفاءة المسؤولين في سلطة الطيران المدني في جمهورية العراق. طبعا من خلال موقعنا في المنظمة الدولية سنقوم بتزويد سلطة الطيران المدني بالخبراء اللازمين في تطوير هذا القطاع اللي ياخذ جمهورية العراق وسلطة الطيران المدني وصناعة الطيران المدني في جمهورية العراق موقعها الطبيعي اللي لازم تاخذه في المنظومة الدولية. افتتح في منطقة شيشلي بمدينة اسطنبول يوم الجمعة الماضي مكتب شركة أوستاباك للسياحة والسفر كوكيل عام للخطوط الجوية العراقية، وذلك لتسهيل خدمات الحجز والسفر للراغبين بالسفر عبر الشركة إلى مختلف المطارات العراقية. تفاصيل أكثر في سياق هذا. نحن لدينا طيران يومي إلى العراق مقسم إلى 6 طائرات من أربيل وبغداد والنجف والبصرة والسليمانية. نتواجد 24 ساعة لأي تغيير في التذاكر وفي جميع فروعنا الأخرى المنتشرة في تركيا وتحديدا في أنطاليا وأنقرة وسامسون. أنا أوجه التهنئة لشركة الخطوط الجوية العراقية والسلطة الطيران المدني في العراق على افتتاح الخط الرسمي الناقل الوطني بشكل مباشر اسطنبول بغداد، وأعتقد تدخل مدن عراقية أخرى بالموضوع، وهذا بعد انقطاع طويل أن يفتح مكتب بشكل رسمي مسؤول يعني شركة النقل العراقية الأم وهي شركة الخطوط الجوية العراقية. هذا طبعا يسهل نقل العراقيين من إلى تركيا إذا كانوا سواح أو طلبة أو وفود رسمية، فهذا ذراع العراق الطويل إن شاء الله، وعلم العراقي رفرف مرة ثانية. كخدمة نقدر
دوامنا من الساعة 9 الصبح لحد 5 نقدم خدمات للمواطنين إنه نقص تكتات سواء للعراقيين أو غير المتجنسين العراقيين، ويعني إنه بالمستقبل راح تنفتح مكاتب أخرى إن شاء الله همينا، وحاليا عندنا شعب بأنطاليا وعندنا شعب بأنقرة همينا تقدر تقدم خدمات للمواطنين من هناك. يعتبر هذا وافد الدخل الوطني العراقي، لأنه الخطوط الجوية العراقية هي أصلا من يعني حتى كتكلفة هي أوفر بالنسبة للعراقيين من باقي الخطوط. ممتاز هذا التقرير. بس خطيه، ليش مو علي مروان راح يشتغل هذا التقرير باسطنبول؟ لازم لا، هم يمكن محضرين له هديه سفره القناة عن طريق هذه الشركه. معقوله؟ اعتقد هيك شيء. هو واحمد هادي، هسه احمد هادي خوف شهر العسل طلع خلاص هذا. والله نياله علي مروان اذا يسافر. هسه الوقت والفتره هاي محتاجه شويه سفره. شلون المترجمين يترجمون؟ لحظه، شلون المترجمين شلون يترجمون باللايفات المباشره مثلا للمؤتمرات العالميه؟ تريد هسه اسوي لك اياها؟ اي سويت لك اياها قبل الجو. اي هو رد. بعدين ورا الجو بالفاصل. مشاهدينا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نعيش في الوقت الحالي بما يسمى عصر عدم الإحساس بالوقت. نشعر بضياع الوقت دون يمكن الإحساس به، ودون يمكن في بعض الأحيان حتى ما ننجز شيء أثناء هذا الوقت اللي دا يمشي من حياتنا. وممكن هذا السبب يعود لانشغال الناس بالهواتف لفترة كلش طويلة، حتى الأشياء اللي واحد ممكن يخطط لها أثناء اليوم يكون غير قادر على إنجازها بشكل كامل. في ظل هذه الفوضى نحتاج إلى تنظيم للوقت وإدارة أعمال من خلال تطبيقات صارت تغطينا هذه الحاجة. بالفقرة الجاية راح نناقش هذا الموضوع بتفصيل أكثر. من خلال تطبيقات على الهواتف يمكن أن تقسم وقتك وتحدد مواعيد لتنفيذ أعمالك ومهامك. هذه التطبيقات تسمى بتطبيقات المهام، راح تمنحك مساحة لجدول الأعمال، بل أيضا تنبهك على مواعيدك حتى لا تنسى. لذا فأهمية تلك التطبيقات كبيرة في حياتنا، بما أنه إحنا حاليا نعيش في عصر التكنولوجيا، فشلون نستثمر هذه التطبيقات؟ راح يحدثنا عنها المهتم بالتنمية البشرية الأستاذ حسان فالح. أهلا وسهلا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. هسه احنا مشكلتنا بالتطبيقات لو مشكلتنا بإدارة الوقت. احنا مشكلتنا الأساسية مثل ما تفضلت الست بالإحساس بالوقت. ثم المشكلة أدت إلى مشكلة ثانية هي سوء إدارة الوقت. وبالتالي التطبيقات الموجودة في الموبايل هي أحد الحلول أو الأدوات اللي ساعدك في إدارة الوقت. إذا ردنا ندخل إلى هذا الموضوع المهم جداً على مستوى العالم، لازم نبدي بهل إحنا جميعاً كبشر نحس بنفس الطريقة بالوقت؟ لو كل واحد يحس بشكل مختلف. زين. الدراسات العالمية تقول إنه كل إنسان عنده حاسة الزمن. أكو حاسة جديدة، هي مو جديدة يعني، هي وصلتنا جديد، بس هم مكتشفيها وعندهم دراسات كثيرة عليها. زين. إنه موجودة في قشرة الدماغ. تحس بالوقت، وهذا الشيء يخليك أنت عندك الدقيقة دقيقة، وأنا عندي الدقيقة ممكن تكون دقيقة وربع أو دقيقة ونص، وهذا ينسحب إلى الساعات والأيام. أريج عندها ساعة دقيقة. أي. فلهذا أحيانا إحنا. لا، إحنا أول شيء لازم نناقش هاي الجزئية بما إنه أنت يعني تفضلت بها. قصدك ببطء خلينا نقول الاستقبال المعلومة وبطء إرسالها مرة أخرى. لا. باللا مبالاة. لو باللا مبالاة. لا، إذا سمحتوا لي. مو هي اللا مبالاة ترى هم بطء بالاستيعاب. احنا او واحد مرخي اعصابه اكثر من اللزوم. نتكلم عن هذا الموضوع بالضبط. اكو بعض الاشخاص، خلينا نعكسها على العقاقير اللي تدخن. زين. المخدرات تبطئ الزمن.
بالنسبة للشخص. فلهذا هم أحيانا يدرسون العلاقة بالاستيعاب. طبعا أكو المنشطات تسرع الوقت. فهذا الشيء اللي احنا نريد نتفاهم به. المهم بعض الدراسات على بعض السجون قالوا انه هم حيقضون وقت، اكو بعض المساجين 100 سنه او 200 سنه في دول معينه. هذا يكلف الدوله اشياء كثيره. فلهذا اخترعوا عقاقير يشربوها يحسون بدل السنه يحسوها 3 سنين. فاذا هنا اكو امور علميه لها علاقه بهذا الموضوع. خلينا نرجع لموضوعنا الاساسي. اي عدم احساسنا بالوقت بشكل متشابه يؤدي الى انه البعض يفقد الزمن، يفقد الوقت. احسن واهم مورد موجود عند كل انسان بينا هو الوقت. يعني لا تقول لي فلوس، لا تقول لي سيارات، لا تقول لي بيوت، لا تقول لي شهاده. الوقت اذا راح ما ممكن تعوضه. زين، ببساطه الدقيقه اللي تقضيها في باداء شيء مهم ممكن إذا غيرك يقضيها بقيام بشيء غير مهم. وبالتالي كل واحد منكم استثمر موارده الخاصة بشيء معين هو قرره. زين. ضياعات الوقت اللي تصير عندنا نتيجة كثير من الملهيات اللي موجودة في الحياة، من ضمنها الموبايل والبرامجيات والكسل والتسويف وإلى آخره، يخلي الإنسان أنه يمر عليه الوقت بعد فترة يكتشف أنه ضيع الكثير من الفرص المرتبطة بهذا الزمن. نعم. يؤدي هذا الموضوع إلى أنه إحنا يجب أن نعير أهمية خاصة للوقت وللزمن وبالتالي للعمر. هو العمر عبارة عن زمن. حسان، أكو شغلة هي أهم من قبل إدارة الوقت. هي ماذا أفعل خلال هذا الوقت؟ يعني مثلا انتهى الدوام، أو خلينا نقول دوام الطالب أو دوام الموظف، ماذا أفعل بالوقت المتبقي أثناء اليوم؟ كثير من الناس عندها عدم إدراك أو دراية أنه أنا كيف أستغل الوقت لشيء هو فعلا يضيف لي، هو فعلا يطورني أو يخليني أتقدم أو يفتح لي سبل بالمستقبل راح تكون تدر لي دخل، تطورني إلى آخره. قد يكون هذا أهم قرار تتخذيه بحياتك، أنه أنا إيش راح أسوي في الوقت اللي متوفر عندي. أنا عندي 50 سنة قادمة، شوف هذا إدارة العمر، أو عندي 10 ساعات باليوم فارغ ما عندي شيء، شنو راح أسوي بيه؟ أكو قسم يروحون يضيعوها بقهوة، أكو قسم يروحون يضيعوها ببرنامج تيك توك يقلب ما شاف نفسه. بالمناسبة إحنا عوفك من الأشياء الملهية هو حتى إذا أنت مثلا تقرأ كتاب أو تدخل دورة معينة قد تكون أنت اتجهت لمسار ما يخدمك، حتى شيء هذا هم ضياع. إذا إحنا نحتاج تخطيط. إحنا نحتاج نخطط يومنا ونخطط أسبوعنا ونخطط العام، وبالتالي إحنا استراتيجياً نخطط عمرنا. تخطيطك معناها أنه أنت تضع أهداف. اليوم أنا شرد أحقق لنفسي. طبعاً هذا ممكن يسمعني المستمع يقول أنت ده تحكي يا يوم يا دنيا، إحنا ما وصلنا هالمرحلة من التفكير. مو هذا مجرد قرار، هذا ما يحتاج شيء، هذا ما يحتاج أنه غير أنا أقول أنا عندي اليوم 10 ساعات، الساعة الأولى راح أقرأ، الساعة الثانية راح أقعد ويا أبنائي حتى أعطيهم طاقة، أعطيهم تبادل، الساعة الثالثة أنا حتحرك بفلان اتجاه، أبحث عن عمل، أطور فرص، أطور قدراتي. هاي الأمور اللي نحكيها مو خيال علمي، هاي الأمور اللي نحكيها واستثمار الوقت هم اللي سووا ناجحين بالحياة. هؤلاء الناجحين بالحياة إذا كانوا على مستوى التجارة، وإذا كان على مستوى العلم، وإذا كانوا على مستوى أي شيء آخر في الحياة، هم فقط استثمروا الوقت اللي هو موجود عندنا كلنا بالتساوي. تسمية الناجحين شنو معاييرها؟ حققوا أهداف وضعوها لنفسهم وحققوها. يعني اليوم احنا نقدر نعتبر حس ناجح؟ ناجح طبعا. مو طبعا ناجح. أنا ضد، يعني هسه مو هي هاي القضية شوية بيها في التفصيلة معينة. يعني معايير النجاح اختلفت سابقا. كل شيء هو تغير. يعني سابقا اللي يروح يتوجه للجيمينج يعتبروا هذا شخص لا أبالي وعايف كل شيء، في حين هسه الجيمينج صار مهنة، أساس التكنولوجيا الآن. لا، وصار مهنة وبيها فلوس وبيها مورد وبيها، يعني أكو ناس هسه دا يدعمون أبنائهم على مود يصيرون محترفين حتى يجيب لهم وارد، هو دا يلعب. صحيح. فيعني أو البقية اللي طلعون لايفات و أشياء خلينا نقول يروحون بالتسويف وبالإسفاف وبهاي الأمور. تمام. هذه يعني هي المشكلة. هسه إحنا شلون ندرس القاعدة بشكل صح؟ خلينا نكون واقعيين. إيه.
انت جبت مثال حسام. حسام ممكن هو اتخذ المجال الترفيهي بطريقته. ايه احنا مثل ما نباوع قبل 50 سنة اسماعيل ياسين ونضحك مو على تصرفاته حتى لو كانت تهريج او نباوع على اي ممثل. هو ادوات المتوفره في ذيك اللحظه كانت هذه. ايه اما الان شخص عنده قدره انه يضحك الناس، انه يسلي الناس، وعنده ادوات استثمرها. والرجل حقق امور ماديه قد نحلم كلنا. اذا هو ناجح مو اذا بمقياس الواقع. هو ناجح. صحيح. احنا مشكلتنا انه نبيع نسوق نفسنا بالشيء اللي احنا نشوفه مو بالشيء اللي يشوفه الجمهور. احيانا جمهورك او الشريحه اللي انت تقدم لها تحتاج من عندك شيء معين، انت تقدم شيء عجبك، فهذا هو اللي يصير. على سيره اللي تحتاج من عنده شيء معين، اليوم الصبح حكينا انا وبلال في الشغله، حتى النكته تغيرت، التحشيشه احنا نقول تغيرت، صارت متى الشخص ما يقدر يستقبل تحشيشه طويله وبيها كلام، وخلينا نقول الطشه او الترند او الفيديو من ياخذ خلينا نقول مساحته بالانتشار، صار يكون سريع جداً. يكون بيه كلام قليل او فكره بسيطه وسريعه ما يتعدى. لا تذكر من كنت تقول لي مثلا، يقول لي من تنزلين فيديو لا تنزلي اكثر من 30 ثانيه. هسه صار الفيديو اللي فعلا يصير ترند وياخذ مساحه لازم 9 ثواني. صح. اذا يزيد عن 9 ثواني انت تقلب. تخيلي تقلب الى درجه انه السلام عليكم قلب. طبعا يشوف واحد يقول السلام عليكم يقلب. يعني ادخلي بالموضوع راسا. هذا نتيجه انه عقل البشري تطور. لا وصار ملول. بالضبط. هو تطور شنو معناه؟ قام يستقبل معلومات سريعة، يحلل سريع، إمكانيات، لأنه التكنولوجيا دار مدارة لازم يتأقلم معها، فبالتالي ما ذاك الواهسة والفراغ أو الإمكانية. أنت تتخيل أنه العقل تطور لو العقل صار بتراجع؟ لأنه التكاثف المعلوماتي هم يخلق شراجعي، يخلق بلادة أو يخلق بطء بالاستيعاب. خلينا نكون أيضا إحنا نعم إحنا عاطفيا. لهذا أنت بعد ما تقدر تقرأ كلام طويل، لهذا أنت ما تقدر تشوف كلام طويل أو ندوة أو خطاب أو هاي. صح. عقلك ما صار يستوعب هذا الكلام الطويل. لا. تريد شيء سريع مختصر، شغلة سريعة ما تتعدل 9 ثواني. سطحية. اللي دي يصير عندنا هو مقاومة للتغيير، وهذا طبيعي. كنا رافضين فكرة أنه سرعة، ورافضين أنه فكرة أشخاص دي ينجحون بطريقة معينة. نعم قد يكون اللي تتكلمين به صحيح من جانب، لكن من جانب آخر العقل بدأ يحلل بسرعة، يفهم بسرعة. مرات إحنا أكو قراءة يسموها القراءة السريعة أو الانتقائية، موجودة سابقا، أنه أنت تسمع 10 كلمات من خطاب كامل تفتهم الفكرة تكمل. هسه هذا الحكي كله الموبايل واللي يقول يابا انتم اذا تحكون علي صار لكم كم سنه، فاني دا اعطيكم تطبيقات ثانيه. نعم ضبطوا بها اموركم. تمام. نريد نحكي على هالتطبيقات. هاي التطبيقات بدون ذكر شركات لانه المنافسه واسعه في الانترنت. احنا راح نتكلم عن 4 أو 5 تطبيقات. اولها الكالندر الرزنامة تقويم. طبعا كل اللي راح احكي هو اللي موجود. هو هذا موجود الطبيعي في كل موبايل مجانا، بس الجميع او تقريبا 90% ما يستخدموه. احنا عندنا استخدام خاطئ للامور اللي تحت ايدنا. زين. الكالندر ممكن انت تنظم بها كل استراتيجيتك خلال الاسبوع، وتعرف انه في كل يوم شنو اللي راح يصير. صح. ولازم تنبهك، اضافه الى اداره المهام بالساعات وبالثواني وبالدقائق وبالتفاصيل. انت ماكو داعي بعد تتذكر. إيه؟ انت عندك مكان تكتب بيه شنو المطلوب منك في ذاك اليوم، قبل يومين انت تكون تحضره اذا هو انطاك اشاره. زين. عندك اداره المهام. اداره المهام موجوده على نطاق واسع، اي واحد ممكن من الموجودين المستمعين المشاهدين يقدر ينزله من الانترنت ويبدي يحدد كل المهام المطلوبة. هذا حيساعد العقل انه يفرغ للابداع. احنا منطقة الابداع عندنا مشكلة، دا تضايق من الواجبات ومن التفاصيل ومن التشويش اللي دا يصير عندنا بالحياة، فمنطقة الابداع والتفكير بدأت تضعف. فلهذا انت من تفرغ معناها انه انت تفسح الطريق او المجال لافكار جديدة، لان انت عقلك ما عاد مشغول بشنو اللي لازم اسوي، شنو المهام مال البيت، شنو مهامي بالشغل، شنو مهامي بالقناه، شنو مهامي تجاه فلان. عندك قوائم مهام، وهاي ممكن انت مجرد تدورها بسرعه وانت صاعد بالسياره تعرف انه اهم شيء موجود عندك. طبعا تنطيها لون حتى تسوي لها برايورتي اللي هي الاولويه، فبالتالي انت تعرف شنو اهم المهام
شنو المستعجل شنو الطارئ والى اخره. فبالطريقه انت تعرف كل شيء، ماكو احد يقدر ينسى، ما حد يقدر يتحجج انه نسيت. لان قوائم المهام الموجوده بموبايلك هي تحدد لك كل المهام المطلوبه منك حتى لو كانت مهمه تافهه. شنو فرقه عن الكالندر؟ الكالندر انه يحدد لك هذا اليوم شنو عندك به. اي لكن قوام المهام مجرد مهام انت ممكن تسويها في اي وقت، ما مرتبطه بزمن. إيه وتقدر تربطها بزمن على فكره، لكنه انت مجرد حتى نظره سريعه تعرف انه عندك 10 شغلات من 20 شغله، وقول وتقول لك ايضا شنو المهام اللي انت سويتها. يعني هواية كتب يعني رب الاسره مثلا اذا قال انا ما مسوي شيء، تقولها زوجته قالت لك انت ما مسوي شيء بالبيت، وممكن يفتح لها قائمه المهام يقول لها هاي الامور اللي انا سويتها بالبيت خلال هاي. فهاي ايضا تعتبر وسيله لاداره المنزل، اداره حتى على مستوى المسواق مال البيت اللي هو الخضروات الاسواق. هاي ممكن تكتبها ترسل على شكل قائمه مهام، وانت تسوي لها تشيك لكل شغله تشتريها ما تنسى شيء. هذا يساعدك في اداره الوقت احسن ما ترجع للبيت وتنسى، وهذا كله توفير للوقت. بس السؤال انه احنا بعدين نرجع لموضوعنا، احنا بدنا نوفر الوقت حتى شو نسوي؟ حتى لازم نستثمر. اذا نرجع نقول انه التخطيط لاستثمار الوقت هو الاهم. اذا باستثمار هاي الامور احنا سالناك. نعم. ونريد نسال الناس هم حتى نشوف شنو جاوبوا، شلون ينظمون مهامهم وملاحظاتهم اليوميه. خلينا نشوف شنو كانت اجاباتهم. تدوين معلومات اكو بالورقه، اكو بالملاحظات مال التليفون اكثر شيء. زين بس هو الاحسن يكون الورقه. يعني هسه مثلا انا بالنسبه لي اذا عندك تدوين مال معلومات اكتبه بالورقه بدفتر اكثر من التليفون. لا بالتليفون، انه 24 ساعه جاي اكتبها بالورقه احتفظ بها المعلومات. انا احفظها بالمفكره مال التليفون. احنا اغلب الناس من يريد يكتب مذكراته او شيء يعني عنده في الدفتر عنده في السجل. والله عادة أنا استخدم شو اسمه الموبايل، اكتب به برنامج النوتس خلينا نقول، يعني الملاحظات هناك بقية حتى اتذكر، مو بس الملاحظات يعني شيء اتذكر لين بيه نسيان هواي انسى فسجله هناك. والله يعني طبعا ربما اكون بعض الشيء مختلف عن الاخرين، تعودت من ذا اكثر من 30 سنة كوبي عند بداية كل سنة جديدة اقتني اجندة وادون خلال 365 يوم ما يحدث لي يوميا من ذلك اليوم ولحد أمس. أنا مدون ما يحدث لي، لذلك عندي يعني هاي 30 أجندة حافظ عليها وأينما أنتقل هي معي تنتقل. أول حاجة أرفعها وأشيلها هي هذه الأجندة لأن هي حقيقة تاريخي وأحتاجها في كل يوم، لأن هناك أحداث ولأن مؤلف رياضي فالأحداث موجودة فدائما ما أرجع لها. طبعا هو الموضوع يعني مهم جدا. نعم. بنفس الوقت انت قلت نقطة مهمة اللي هي الهدف. الهدف هو اللي يحدد شنو انا اسوي وشنو قيمة الاشياء اللي اسويها. طبعاً. يعني هذا الموضوع نسبي. نعم. ومختلف من شخص الى اخر ومن فئة الى اخرى ومن عمر الى اخر. يمكن هذا الجيل الجديد اهدافه تختلف تماما عن الاجيال السابقة. فريد نعرف احنا اليوم بظل هذا الاختلاف والتنوع شنو شلون نقدر احنا نختار، شلون نقدر نخلي الهدف الصح. تمام. مبدئيا ممكن انت خلال الفترة القادمة تضع 10 اهداف لنفسك، لكن هاي 10 اهداف ممكن تضيعك وتخرب كل خططك، وممكن توجهك باتجاه واحد وهدف يقوي هدف الى ان توصل الى هدف كبير. شلون؟ انت اهم من الهدف انه تختار اتجاهك بالحياه. زين انت شو تريد تصير؟ ماكو واحد يريد يصير كل شيء، لان حيضع 10 اهداف تشتته. اكو مثل صيني يقول لك اذا اذا تلحق ارنبين ما تقدر تمسك اي واحد منهم. او احنا عندنا مثل عراقي ما تقدر تمسك تفاحتين بايد واحده. فاحنا بالتالي احنا خلي اهداف ضمن اتجاه واحد. انا شغلي اعلام، إذا كل أهدافي خلي تكون إعلام. أنا شغلي تدريب، أنا كل شغلي كل أهدافي
تكون قدر الإمكان بالدعم اللوجستي اللي ممكن يقدم للهدف الرئيسي. فبالتالي إحنا يجب أن نضع أهدافنا. أهدافنا هي مو أي هدف ممكن يكون هدف. أكو أهداف هي أحلام. أكو هواي ناس يحلمون بس يقعدون الصبح ما ينفذون أهدافهم أحلامهم. ليش؟ لأن لم يكن الهدف محفز حقيقي للشخص. على الفراغ أنا أشتغله. ليش على الفراغ؟ لأنه مو هدف حقيقي. يعني شوف أحيانا من الهدف يرتبط بأسلوب حياة أو طريقة حياة أو إنقاذ شخص معين من 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 حياة خطأ. هذا ممكن يقعد من الصبح يشتغله. صح. زين لو أكو أهداف لا يعني أبدل سيارتي مو مشكلة، هذا مو ما يعتبر هدف. أو أبدل ملابسي ملابس جديدة أو بنية تحلم تلبس البدلة، هذا مو هدف يخليك تقعدين تشتغلين مثل المجنونة. الهدف هو اللي يخليك تتحسر على الشغل. النقطة الأولى. النقطة الثانية، إحنا أغلب أهدافنا الخاطئة ما مرتبطة بزمن. يعني أريد أصير رائد فضاء. شو وقت بعد يوم بعد يومين بعد 10 سنين، تعال بعد 100 سنة وأسويك رائد فضاء، مو صح؟ صح. فأنت لازم يكون هدفك هذا طبعا من مواصفات أو معايير الهدف الذكي. جيد. أنه مرتبط بزمن وأنه يكون عنده طريقة للقياس. لازم تعرف تقيسه. أنا أريد فلوس، إيش قد فلوس هاي 10,000 دينار صارت عندك فلوس؟ لازم تحدد أنا إيش قد توصل حتى أقول حققت هدفي. أنا أريد أصير مشهور، إيش قد مشهور؟ صح. مشهور وين؟ بالعراق، بغداد، الوطن العربي. لازم تحدد تقول أنا وصلت للشهرة، الآن حنتقل إلى هدف آخر بنفس الاتجاه أو بشيء مشابه. احتراما للوقت اللي دي نحكي عليه انتهى وقت الفقرة. أقول لك كلش نشكرك حبيب. ونتمنى لك وقت مفتوح إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا تفاصيل كثيرة وضيوف متنوعين، لكن بعد الفاصل. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة تواصل حتى نشوف شنو هي الأخبار والفيديوهات التي تصدرت هذه المواقع. داول المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب اعتبروه غريب للفنانة السورية أصالة نصري خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي اللي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، حيث تظهر لقطات الفيديو لأصالة وهي تعتلي خشبة المسرح حافية القدمين. طبعا استمرت الفنانة مطلة على جمهورها في بداية فقرتها الغنائية وهي حافية، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تصفها بالجرأة. وفي لقاء لاحق صرحت الفنانة أنها لا تحب أن يؤثر ارتداء الكعب العالي على غنائها. خلينا نشوف هذا المقطع. التقى النجمين ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وزين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا وجها لوجه على هامش لقاء ترويجي عبر الانترنت، وأظهر كل منهما الاحترام والإعجاب بالآخر. كما قال ميسي أنه معجب بزيدان ويحبه كثيرا، أنه يشعر بالأسف لعدم تمكنهم من اللعب سوية. وأضاف زيدان أثناء حديثهم أنه من المستحيل أن يشاهد العالم ميسي آخر. وعقب انتهاء مقابلتهم قام النجمان بتبادل قمصان كل منهما، وحملت القمصان تواقعهما والذي نجح كل منهما في قيادة بلاده للتتويج بكأس العالم. نشاهد هذا الفيديو. No. Es poca cosa. Me gustaría poner. Gracias.
Muchas gracias, hombre. Terrible, terrible camiseta. Estaba linda esta camiseta. Sí. La pegó ahí, ahí. Y este también. Ah, muy linda. تنتشر الدببة بشكل كبير في مدن متفرقة من ولايات أمريكا وتتجول أحياناً بين البيوت باحثة عن الطعام، لكن بعضها يكون إلى نصيب رائع من الطعام كما حصل مع دب جائع في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث التقطت كاميرات المراقبة الدب وهو يتمشى بكل هدوء وثقة ويسرق وجبة طعام الأسرة. وأظهرت اللقطات الدب وهو يبحث عن الطعام في أرجاء المنطقة، ثم تقدم بهدوء نحو كيس صغير يحتوي على طعام لعائلة أمريكية. خلينا نشوف هذا الفيديو. أعلنت شركة جوجل العالمية أنها تعتزم حذف الملايين من حسابات الجيميل غير النشطة في ديسمبر المقبل ضمن سلسلة التحديثات الرئيسة للمنصة. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستخدمين من التهديدات الأمنية مثل عمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات. وذكرت جوجل أن عملية الحذف ستشمل الحسابات التي ظلت خاملة لمدة عامين على الأقل، مع حذف رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والبيانات والصور ومقاطع الفيديو بشكل دائم، مؤكدة أنها سترسل تحذيرات وإشعارات متعددة لأي حساب معرض لخطر الحذف قبل اتخاذها أي إجراء. زين بلال، يعني هسه مثلا هسه احنا مثلا ما نستخدم الايميل، ايه، بس مثلا نستخدمه باليوتيوب او لا؟ لازم تستخدميه وتفتحين البريد. افتح البريد؟ ايه. وترسلين اي رساله لاحمد هادي مثلا او اي راح اخبله لاحمد ايميلات اليوم حتى ما يسدون حسابي. اصبحت الرياضه واللياقه الجسديه ثقافه واضحه ومفهومه أهميتها لدى شريحة واسعة من النساء اللي يرتدون أو يترددون في دخول هذا العالم. بعد الانفتاح على التكنولوجيا والعلم، صار الجميع يدرك أهمية أنه يهتم الشخص بصحة جسده وغذائه، لأنه عالم أو علاج بالمرتبة الأولى قبل أن تكون غاية جميلية. إلى جانب الفتيات والنساء اللي اتجهوا إلى الرياضة واللياقة الجسدية وكمال الأجسام، برزت أسماء هواية لفتيات ومدربات بالتحديد في هذا المجال قدروا يثبتون إمكانيتهم وحضورهم من خلال النتائج اللي وصلوا لها. اليوم راح نعرف أكثر عن العلاقة بين النساء والرياضة وشنو هي الآثار الصحية المنعكسة عليهم. كل هذا مع ضيفتنا مدربة كمال الأجسام والقوة البدنية رباب محمود. اهلا وسهلا رباب، صباح الخير عليك. صباح النور. اهلا وسهلا. رباب، انت من اي سنه مدربه؟ انا كنت من انا صغيرونه لاعبه ساحه وميدان. يعني كنت اسكن خارج العراق مو هنا. أنا بعدها ب 2017 حولت على القوه، يعني كمال الاجسام. اختلاف من الساحه والميدان لكمال الاجسام، شنو هذا الخلاج اللي تحولين؟ انه كان اكو مدرب هناك وقال انه كمال الاجسام اذا تدخليها راح تكون احسن من ساحه وميدان. دخلت الفكره براسي، يعني بيها مورد على الاقل تدريب. صارت هي الفكره انه ظليت اراجع باليوتيوب، وهاي صار حب الحديد وهيك شيء، وهواي يعني بنات مشهورات امريكيات، فالتجأت لهذا المجال. حلو، شلون تتعاملين ويا البنات؟ حسب. صعب لو سهل؟ لا كل الزيان. يعني اكو انسان يجيك هو يريد يغير من جسمه او يريد يغير من يعني الروتين اليوم اللي يعيشه بالبيت، واكثر احنا بالعراق تعرف الضغوطات النفسيه اللي عندنا عند النساء والاطفال والزوج والشغل وهاي، فتجي للجيم انه تغير. اول شيء تغير حالتها النفسيه، تنشط عقلها، تنشط يعني تغير الروتين اليومي اللي هي تعيشه كل يوم. ايش قد من البنات بس يشتركون؟ بس يدفعون فلوس اشتراك؟
يعني ايش قد العدد اللي بالنسبة يعني ايش تقريبا؟ بالنسبة يعني حسب الجيم، اكو نساء ترغب للجيم المختلط، اكو نساء لا انا اقصد بس تدفع اشتراك وبعد ما تروح. أيه يعني الجيم هو اللي داوم، الجيم الفلوس هي اللي تروح بمكانها مو هي اللي تروح. هاي اكثر نساء عندنا هيك انه هي تجي عندها طموح انه هي تشارك بالقاعة تشنج وتدفع مبلغ وتكون اول يوم ملتزمه وثاني يوم بعد ثالث يوم ما اشوفها ارجع اتصل بها وينك ها ظروفها ما اعرف شنو، انه هي كان عندها واهسه اول مره وبعدين قطع واهسه. بس احنا دائما يعني لحد هسه رغم ايش قد اكو صالات البنات بشكل عام ما يدخلون للجيم الا يكون عندها وزن زايد وتريد تنزله، هذه فكره كلش مغلوطه. انه احنا عندنا بالعراق يصعد الوزن مالتها ويوصل مرحله يلا تجي انه تفكر هي تنزل الوزن مالتها، وهذا هو الشيء كلش غلط. انه احنا نجي يعني اليوم انا نحيفه مثلا وزني فد 50 تمام واريد اجي اصعد وزن، اجي اساعده بالنسات والحلويات والغازيات والاكلات السريعه، هذا راح يصعد لي دهون ما راح يصعد لي عضل، راح يصير عندي مناطق انه الارداف البطن انه هاي اكثر مناطق انه تستوعب الدهون اكثر من الجسم كله. بس وصلت مرحله خلال 3 أسابيع او شهر وصلت 5 كيلوات او 7 كيلوات فوق يعني وزنها، ضربيها في 3 أشهر 4 صار وزنها 25 كيلو زياده عن وزنها الطبيعي. تمام؟ رجعت بهاي الحاله انه شنو هي تريد ترجع تنحف، من تجي تنحف راح يصير عندها كلش صعوبه كلش قويه، لان هي ما صعدت انه دخلت اكل صحي لجسمها، دخلت دهونات. شنو المفروض تسوي؟ المفروض هو انه انا من اريد اجي اصعد الوزن مالتي، اول شيء استشير انه انظمه غذائيه او مدرب يلتزمني شنو النظام اللي راح اخذه لجسمي، شنو الاكل اللي راح ادخله لجسمي اللي هو راح يساعدني اصعد وزن. صح راح تصعد بوقت يعني مو سريع زي. انه مثلا بالشهر كله او شهرين تصعد لك كيلوين، بس هاي الكيلوين راح تكون عضل وجسم حلو متناسق ويعرف شلون. وانت من تقول ان عضل يعني الناس تتخيل انه راح يصير جسمها؟ لا لا احنا عندنا انواع من يعني العضل، بين العضل اكو انساء انه تطمح يكون العضلات مالتها مثل الرجال اللي هي تدخل بروتين يعني زايد للجسم، هرمون داخل للجسم، كربوهيدرات هواي، انه توصل طموح انه يصير نفس الرجال، تمام؟ وعندنا نساء لا انه هي تريد انه الفتنس او بلاتس او اللياقه انه هي تشتغل بس على المناطق اللي هي تحب انه تكون بارزه بجسمها، وانه تكون هي مثلا تنسيق جسم عضلي انه مو عضل مال الرجال، انما الكتله العضليه اللي بالجسم تكون مو دهنيه. هذا خفتي انه بهذا المجال مال كمال الاجسام ياخذ خلينا نقول بيتش الاستمراريه بالتمارين توديش الى جانب شويه رجولي اكثر او شبابي مثلا بالهيئه يعني الجسمانيه؟ هو بالحقيقه او حتى بالنظام الغذائي او البروتينات، شويه احكي لنا على تجربتك انت الخاصه. الصراحه انا انه اطمح اكون يعني قريبه على شكل اجسام الرجال، يعني هو كل باعي كل انسان ليش؟ وتفكيره يعني كل واحد وطموحاته. تأثر يعني أنا هسه اليوم لاعبة قوة بدنية، أنا ماخذة ثلاث مرات الفوز بالقوة البدنية على العراق بالوزن 60 تمام، ومرتين بمركز ثاني. إنه من تشوفين الأوزان وتشوفين إن حياتك تصير أوزان وحديد وبروتين وهاي، أنت بعد ما تقدرين تركين يعني شيء طمحين للأكثر للأحسن. زين تسميه احسن؟ انا بالنسبه لي اسميه احسن، بس اكو بنات ما يحبون هذا الشيء يقولون انه الانوثه مالتي انا تضيع. هو رياضه رياضه هي رياضه بس اكو بنيه تقول لك انا حافظ على انوثتي انه مجرد لياقه بدنيه مجرد انه شكل الجسم حلو متناسق بطن ماكو تمام هذا الشيء اللي اريده لا اكثر. اكو بيها لا تقول لك انا اطمح اخذ كارب اكثر بروتين اكثر هرمون اكثر حتى اوصل للجسم مثل الرجال. هو يصير اكو بلال تنافس بين المراه والرجل لا كمال اجسام؟ لا لا طبعا لا يعني خلينا نقول لا لا ما يصير. الجينات الرجال يعني تختلف عن النساء، ايش ما تكون النساء انه توصل لمرحله الرجال ما توصل لنفس جينات الرجال، لان اكو اشياء هرمون بالجسم الغدد تختلف كل شيء يختلف عند الرجال والنساء. بس هو التنافس على كمال الاجسام بين النساء بين النساء ممكن انه تدخلين هيك شيء؟ ممكن. ها عندك شيء طموح يعني؟ يجوز ما نعرف بالمستقبل. ها ما شاركتي ببطولات؟ انا شاركت بطولات لياقه بدنيه. لا كمال اجسام حاليا دا افكر يعني بهالشيء. حلو. ممكن يعني مو صعب. اي يعني مو صعب مثلا عندنا هسه كابتن دعاء يعني انه دخلت طموح ووصلت مرحله انه هي تصعد ستيج وهيك شيء. صعدت ستيج دعاء؟ صعدت ستيج واخذت كارت اعتراف. وين؟ بالعراق عندنا. ها بس بالعراق. ما شاركت خارج العراق؟ لا هي كانت لها اول بطوله اول تجربه لها بالعراق وهاي التجربه كلش نجحت
ووصلتها يعني مرحله حلوه. دعاء موجوده بالعراق. دا تتمرن دا تتمرن دا تاخذ خاص و... فانت هم تريدين هيجي الكارت الاعتراف انه راح يخليك انه انت تقدر تاخذ خاص اكثر، راح تصير شهرتك اكثر، يعني كل شيء راح تطمح. شنو هذا الكارت الاعتراف يخليك تقدرين تشاركين ببطولات عربيه؟ مو بس تشاركين ببطولات، انه هذا كارت الاعتراف انه راح تكونين انت باي دوله معترف بيك، مو بس بالعراق، يعني اقدر باي دوله انا رسمي يصير بعد. اي رسمي، يعني اقدر اني انه عندي كارت اعتراف انه انا معترفه بهاي اللعبه. وين اكو بطولات لكمال الاجسام النسائيه بالدول العربيه؟ وين دائما تشوفين اكثر النشاطات تصير؟ احنا هسه بتركيا عندنا موجوده. موجوده عندنا بالدول العربيه ماكو؟ لا ما عندنا، مو قلت لك اول مره صارت عندنا بالعراق، بس الدول العربيه ما اعرف، يعني انا ما شايفه من الامارات او مصر ما صعد من هذا المجال. لا انا اقول لك دول اجنبيه، تركيا صعدت بهذا الشيء من البطولات، اذربيجان، يعني واحنا عندنا بالعراق صارت. حلو هذا. كلش هذا الشيء كلش حلو. بس هو لازم الناس تميز انه اكو بنات هم رياضتهم هاي، يعني ليصير اكو تنمر، احنا عندنا انتقاد وعندنا تنمر من هذه الناحيه. انه مثلا تشوف بنيه لاعبه حديد وجسمها مثلا، شنو هاي كانها ولد؟ هي طموحها لهذا الشيء انه توصل، يعني ما له علاقه، ما له علاقه كل انه هي طموحها انه توصل لهذا الشيء. اكو بنيه شوفينها حيفه تقول لي لها ليش مستمنين او ليش ما هيك، تقول اني احب هذا شكلي. مستقبل هذه الرياضه للبنات النساء بشكل عام، شوفوا هي مستقبلها، يعني شوفوا هي حب للرياضه. مثلا عندك هسه لعبه المونتاي، تقولين اني شنو اتحمل ضرب على وجهي وشنو اخرب وجهي، انا بنيه وانا عندي انوثه. اكو هي ما تبوع لهذا المجال، انه هي تبوع المجال انه هي توصل شيء تريده، انه هي منافسه ويا شخص مقابلها. مثلا مثل كره القدم، يعني هواي امور. اي طبعا هي أي كل لعبه، كل رياضه مثل ساحه وميدان. لا كره القدم واحد، لا تقارنين اي رياضه. اي طبعا هاي هي يعني رياضه مدلله، هاي طبعا اكيد منتهين من عدها، بس هم بها ضرب وبها جمهور واعلانات وهذه اكيد اكيد. باقي الرياضات تعتبر كلش مظلومه يعني. طبعا هي طبعا كره السله والطوبه وهاي، يعني بعيدة عن كمال الاجسام. كمال الاجسام انه هي اكثر شيء انتشرت بها عند الرجال، بعدين حاولنا انه النساء تقترب لهذا الشيء شوي شوي انه توصل لهذا الشيء. كانت عندنا اكثر شيء مثلا التمارين السويديه، الجروسفيت، تمارين الزومبا، البلاتس، اخر شيء دخل الرقص السويدي بيها، انه هاي شنو؟ رشاقه للجسم، لياقه. هسه هي اتوقع موجوده هم موجوده، انا جاي انطيها اثنين وخميس. لا وانت ذكرتي كره القدم، يعني موجوده هسه كره القدم للنساء؟ موجوده. وعندها منتخب وعندنا منتخب. انا اقصد الفرق بينها انه كره القدم، كره القدم لازم تدخلي لها من عمر صغير حتى توصلين المرحله اللي تريدها انه تصعد. كمان الاجسام باي عمر واحد؟ كمان الاجسام تقدرين تلعبين هسه، يعني عندنا اعمار 40 و45 يلعب متقدم، يعني ما بيها عمر، عرفت شلون؟ هذا هو الفرق بين هاي الهواي. زين هسه رباب، بما انه انت يعني حابه هذا الاتجاه وعندك طموحات به، احكي لنا على النظام الغذائي للبنيه اللي تدخل لكمال الاجسام. احنا عندنا نوعين من البنات انه بالنظام الغذائي. زين. تجيك انه تلعب رياضه تقول اني ما اكل ولا وجبه. وجبه واحده باليوم بس ما جاي يصعد، بس ما جاي تسوين تنشيف وبعدين ترجعين. اي تجيني مثلا ضعيفه كلش تقول لي انا اكل كل شيء بس ما جاي اسمن. لا انا ما اريد بنيه عاديه، انت انت هسه شنو نظامك الغذائي؟ اني بالنسبه لي يعني مثلا فترات تنشيف فترات انا هسه حاليا لا مو فترات تنشيف، فاتحه كل شيء، لان عندي بطوله يوم 24 مال الهيبس، فانه الوزن 63 يردون وانا وزني 61، ففاتحه كل شيء اكل. حلو. بس الاكل مالتي مو دهون، الاكل مالتي بروتينات. خمس وجبات؟ كربوهيدرات. حاليا خمس وجبات. يعني مثلا بيض سلق، توصل صدر دجاج، مثلا توصل 8 بيضات، 9 بيضات. حلو. 10 بيضات. شوفان 50 غرام 60 غرام حسب. حلو. صدر دجاج، تونه، سمك. فعلا الرياضه تصفي البشره؟ اكيد هذا الشيء كلش حلوه. اكيد هذا الشيء، لان شوف الرياضه يعني دائما يعني النساء، لان يهتمون بموضوع البشره شوفوا والجمال. احنا النساء اكثر شيء ما نشرب مي، وهو اهم شيء المي، لازم 3 لترات الى لترتين باليوم اقل شيء. حلو. من تلعب رياضه وتجاري وهاي راح تعطش هي. بس انا اللي ذا اشوفها يعني ما شاء الله عليك انت، يعني حتى الملامح الحديد مبينه بجسمك، في حين احنا عندنا يعني لا سرمد ولا علي خطيه صار لهم ما ادري 3 سنين مدري 4 يتمرنون لحد الان ماكو اي ملامح الحديد عليهم.
استاذ تمام تدري انت ايش قد يشربون بروتين وايش قد هذا استاذ يجي هو يقول اني اشرب بروتين والعب حديد هي مو بكثره ليش ما يبين عليهم خطيه انا اقول لك هنا النظام مالته الغذائي اول شيء غلط يسهر الليل كله والصبح ينام بالخمسة او بالستة وهذا الشيء كلش مو سهر ما انت تسهر يعني اقل شيء نعسان نعسان هو نعسان يعني اقل شيء راد اللاعب الحديد 8 ساعات ينام يوميا وتكون ليلا مو صباحا هاي اهم شيء كثرة المي تمام كثرة الراحة الحالة النفسية لها دور كلش كبير هي مو بكثرة الأوزان إنما هي بالتدقيق والكابتن اللي يكتب لك كورسه واللي يلتزمك صح زين الكارب اللي يدخل للجسم والبروتين اللي يدخل محسوبة للجسم محسوبة لازم تكون كل محسوبة هاي كل شيء حاسب احنا نريد تجينا ان شاء الله باستضافه اخرى ان شاء الله وهاي الاستضافه الثانيه لازم تكونين بها جائزه جايبه وجايبه بطوله ان شاء الله على ورا يوم 24 ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله رباب تسلمين ست حبيبي هسه نروح فاصل ونرجع لكم أهلا بكم مشاهدين من جديد تتعرض البشرة لعوامل كثيرة وأهمها عوامل الطقس سواء بالبرودة أو الحرارة ولأن إحنا حاليا مقبلين على موسم شتاء بعد ما جاء يمكن شهر الواحد يلا يجي بدأت شوية درجات الحرارة تنخفض فهذا يأثر على كل شيء بالجسم وخاصة البشرة ممكن يسبب لها جفاف وتهيج بالفقرة القادمة راح نناقش تفاصيل تهم البشرة خليكم ويانا جفاف البشرة هو هسه ماكو بس جفاف بالبشرة جفاف بكل شيء لا والله جفاف عاطفي جفاف بالبشرة الدجلة لا جفاف مادي مالي إذن جفاف البشرة إذا تم التهاون به وعدم معرفة شلون علاجه ممكن أنه يؤذي حاجز البشرة هذا مو كلامي هذا كلام الأطباء ويسبب لها تشققات وآثار طويلة الأمد خلي يعني نقترب أكثر من تفاصيل موضوع البشرة خاصة بهذه الفترة والفترة الجاية وشون نتعامل وياه مع المختص أكثر طبعا ويانا اليوم الطبيبة هبة علي أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا هو أنا الأسئلة وأنت كيف أنت 24 ساعة مهتمة ببشرتك ونظارة و24 ساعة حلو خلي نبلش طبعا هذا التعليق مو صحيح لانه هواي رياجيل صاروا يهتمون ببشرتهم كلش هواي وصار اللي ما يهتم بهذه المواضيع صار هو شويه المختلف صدق اي يعني ما ادري شو يهتم الرجل بالبشره هو لازم يهتم كاهتمام بالبشره يعني انت تشوف اكو شباب يعني بشره مثلا عندهم عيوب تصبغات حبوب هي هم تنطي ترى منظر ما حلو مو فقط احنا نقول يعني الا تجميل او ايه. او فتشي لا حتى مرات انه تشوفهم اعمار صغيره بس عندهم تجاعيد كلش هوايه فاهتمام هي بصحه الجلد يعني نقدر نعتبرها خلينا نبدي بالمراه اول شيء اكو مبالغه اليوم بالاهتمام بالبشره لو ماكو اكو البعض يبالغ اي اكو البعض يبالغ بس عموما لا يعني بشكل عام ماكو مبالغه عامه البعض ممكن مبالغه بالتجميل اكثر شيء مو الاهتمام بالبشره بالعكس احنا اللي ننصحهم دائما انه حاولوا تهتمون بالبشره اكثر لان بالعكس هم يلجؤون الى عمليات تجميل يلجؤون الى طرق تجميل اكثر مما يلجؤون للاهتمام بالبشره مالتهم فانا اشوف لا ماكو مبالغه بالاهتمام اكو مبالغه يمكن بالتجميل اكثر طبعا هو يعني بس مرني مع العلم واني يعني كل شهر ونص يلا اطب مركز اسوي تنظيف بشره وحتى اوبر بالعكس يعني انت حتى اوبر النظاره يعني اسويها كلش قليل طه لا انت غير نيه انا اقصد يعني من دا احكي عنك احكي عن كل البنات يعني لا انا ما امثل البنات البنات هسه مهتمين هوايه اكثر لهذا شويه خلينا نحكي على اوبر النظاره وكثرتها هل اكو خلينا نقول سايد افكت او يعني اعراض جانبيه او اكو بالعكس تحسن يكون افضل للبشره
هو هسه الفكره ده تصير ده تروح تجاريه اكثر اكثر من وبها اسماء موضوع اي بالضبط بدل ما ده يكون موضوع طبي ده يكون اكثر تجاري يعني اكو مثلا تشوف ابره الورديه ابره العروسه ابره المدري شنو اي واحد يجي يشوف اعلانها يروح يسويها فبيشوف ما راح يشوف بها الفرق البسيط ابر النظاره الاعتياديه هي البشرة اللي ما عندها اي مشاكل تروح على مود تنطي حيويه بسيطه للبشره فهي شو تسوي يعني فتنطي لمعه يعني بسيطه الاعلانات اللي نشوفها انه شويه مبالغ بيها اكو فعلا اكو مبالغه انه تغير ترجعك ما ادري ايش قد عمر وتسوي ما اعرف شنو لا هي مو ترجع ايش قد عمر بس اكو بعض أكو الأبر يعني اكو هي ما ترجع يعني من حيقول لك هو اقول لك الموضوع انه يكون تجاري بس اكو بعض الأبر مثلا معينه لا هي بها مثلا هاليورونيك اسيد تركيزه عالي هذا مفيد للبشره زي. اكو أبر تحتوي على الكالسيوم اللي هو اصلا يشد البشره فاكو فعلا أبر بها فوائد بس اكو مسميات كلش هوايه دكتوره انت متابعه كل الاسماء الأبر الموجوده هسه بالوسط الطبي تقريبا يعني تمام حلو تقريبا. خلي شوية نحكي على أبرة الكالسيوم اللي هي يمكن صار لها أكثر من سنة موجودة شنو هذه وضعها على البشرة شنو تأثيرها قالوا أنه أبرة الكالسيوم أول شيء تسوي أنه هي تشد أكثر من غير أبر نظارة موجودة أصلا بالضبط هي أبر الكالسيوم حاليا دي تكون أكثر بالشد عبارة عن تشتغل شنو؟ هي بنسبة هو فيلر كلش جدا جدا نقي وكالسيوم ينطي هو حجم جدا بسيط للبشرة إذا نستخدمه كحجم بس الحجم مالته بسيط جدا لا يذكر ينحقن كل جديد بالبشرة على مود ينطيني موضوع الشد بس هل يا ترى هذا الشد اللي إحنا دا نتخيله مثلا يعني من ضمن الأمور اللي كلش تداولت إنه أصالة ضربت أبرة الكالسيوم وهيك صار وجهها مع إنه أصالة هي خضعت لعملية شد وجه فأكو مبالغة بنسبة الشد أنت راح تشوفين نسبة شد بس نسبة شد بسيطة ممكن بالمداومة ومع على الاهتمام الروحه والجيه تحفيز كولاجين انا ممكن احصل بشره شويه صحيه اكثر مجدوده شويه اكثر بس انه هذا الشد اللي هو لا ينطي بشكل مبالغ لا ما راح تنطي هذا الشيء انت ذكرتي نقطه مهمه جدا بالبدايه انه البنات يروحون على خلينا نقول الحقن هوايه يعني اكثر توجههم للحقن بالضبط. لان يقول لك هذا نتيجته سريعه ومبينه وواضحه ومن اطلع من الجلسه خلاص الامور صح. طيبه البشره هي نفسها شنو تحتاج اليوم اكو مشكله عند يعني مريض المراكز يزعلون علينا بس صار اي وحده تجي تشتغل تنظيف بشره ترى البشره مو لعب يعني طبعا مو صح تجي ولزمت لها سناره هذه و اكيد ممكن تحفر على بالك تحفر شو اسمه بصبه ترى وجه هذا بشره طبعا يعني. طبعا يعني هاي الاشياء لها حسابات اكيد والاطباء ترى انت حضرتكم يعني انتم تعرفون اكثر من الناس اللي هم مو اختصاص اكيد فيا ريت تحكي لنا عن هذا الموضوع هو بالنسبة للبشرة يعني لازم احنا نتوجه لأخصائي البشرة يعني حتى مثل ما ذكرت حضرتك انه جماعة تنظيف البشرة هم لازم يكونون ناس خبراء هم بالبشرة او عندهم سيرتيفيكيت بالبشرة او ماخذين تريننج لأكثر من مرة حتى يعرف شلون يتعامل نعم. انه ممكن هسه انت تشوف ببعض جلسات تنظيف البشرة انه يوجه البخار الحار على البشرة اكثر من 10 دقائق فهذا شيء مهلك ومؤذي للبشرة فانت لازم تروح لمختص حتى يعرف هاي ابسط الخطوات البسيطة اللي هي مو مؤذية وغير جراحية وما بها أي حقن ولا أي تداخل بس هي من الممكن أنه تسبب ضرر للبشرة فلذلك أنه لازم الشخص اللي يكون مسؤول سواء حتى لو عن أبسط شيء بالبشرة لازم يكون جدا دقيق حتى إحنا نفسنا إذا دريد نستخدم في الكريم معين أو في شيء لازم ندقق ونعرف هذا الكريم شنو راح يسوي شقد راح يتخلى على البشرة فهواي معتقدات وأمور سائدة غلط سواء دا تكون من عندنا او انه احنا دا نلجأ لاشخاص هم غير خبيرين بالبشره طبعا طيب بما انه الجو بده يبرد شويه او تغير فهذه هوايه يعني ناس يستغلوها وفرصه لتحسين خلينا نقول البشره ويسوون بها ليزر كربوني ومن ضمنها موضوع البشره الدهنيه وعلاجها وعلاج المسامات يفضلون دائما حتى اخصائيين الجلديه انه يعالجون البشره بالشتاء فاحكي لنا عن
تفاصيل هذه نوع البشرة شوي متعب. أي فعلا إحنا مثلا البشرة الدهنية أو بغض النظر عن نوع البشرة، إذا دريد نعالج فد نوع من أنواع البشرة مثلا نريد نلجأ للتقشير الكيميائي. التقشير الكيميائي هو أصلا حار، وإحنا نحتاج به فترة نقاهة ما تقل عن 10 أيام، وما نريدهم دائما يختاروا للتقشير الكربوني. هو مو التقشير الليزر الكربوني، والتقشير الكيميائي بالضبط. التقشير الكيميائي نحتاج به لفترة النقاهة، نلجأ به للشتاء لأنه هو كلش حار ويسبب حرارة للوجه، لأنه حيقشر طبقة خارجية من الجلد، فما نحتاج أنه هو يتعرض إلى حرارة أو يتعرض إلى شمس. فبالشتاء راح يكون شوية آمن أكثر. إذا هو حتى يساعد على تقليص المسام بالضبط، يعني عندك التقشير الكيميائي اللي هو بالطبقة يعني طبقة حادة، يكون مو بس يساعدني يعني بالمسامات، وإنما حتى بتقليل الخطوط الرفيعة بالوجه، مو فقط أنه يزيل لي تصبغات. هو صح لازم نقلل المسام؟ احنا ممكن لا، هي يعني المسام اعتيادية لازم تبقى بكل وجه، ماكو شيء اسمه نلغي المسام. بس اكو جهاز قبل فترة ظهر، قبل سنتين يمكن ظهر الجهاز واستخدموه بالمراكز، ويخلون بيه مادة ويشتغل على الوجه بحيث خلص. لا هذا غلط، حتى كانوا يسموه بالإعلانات مالتهم انه سناب فلتر، مثل لا فلتر طبعا السناب. لا احنا محتاجين هاي ورا فتره اي وحده تستخدمها انت بعد تعرفين مشاكل حبوب، هاي ابسط الامور يصير بها مشاكل حبوب، لان احنا بشرتنا تتنفس من خلال المسام. بس اكو ناس تعاني من مشاكل تتوسع عندهم المسام، اللي هم مثلا البشره الدهنيه، فتشوفه انه انت كل بعيد عنه بس تشوف انه خطايا المسام تكون واضحه بوجهه، هذا يحتاج انه هو يسوي تقليص للمسام. زين دكتوره، شنو جهاز البيبي فيس؟ او هذا اسم تجاري يعني؟ هو شنو هو نوع التسميات. فالبيبي فيس يعني باعتبار انه السيده او الشخص يحصل على بشره تشبه بشره الاطفال. لا ماكو بشره الاطفال، ما نقدر نحصلها. هو شنو التكنيك اصلا هذا الجهاز؟ هو يعني مايكرو نيدل، مايكرو نيدل بنوع من الموجات الحراريه اللي يعني تشبه فكره السكريت او فكره الاجهزه الثانيه الفيفاتشي، هاي الاجهزه المعروفه. تسوي تحفيز بسيط للكولاجين، تنطي هذا المايكرو نيدل من يدخل بالجلد ويطلع راح يسوي ادماء للجلد او يقطع الليف الداخلي، فينطي عاز للدماغ انه اكو صار ادماء بالجلد حتى يصير استشفاء ويصير تحفيز بالكولاجين اكثر فيحصل نتيجه. هو يسوي تلف بالبشره حتى البشره تعيد بناء نفسها او يحفز بها جزء بسيط من الكولاجين. فاحنا بشره البيبي فيس ما راح نحصلها راسا. واكو غلط بعض الجلسات اللي دا تصير انه هم دا يروحون بيوم واحد ياخذون كميه عاليه من الحقن وتقشير حاد جدا من الكيمياء، فتعطيها نتيجه من اول شهر. بشرتها تشوفها ورديه بس هي ما تعرف انه هي قاعد جازفه فد مجازفه كلش عاليه. المشكله عندنا هنا انه احنا دي يسوون فقط وراء الاعلان، ما دي يروح يخضع للاستشاره ويقول لا صح. اني شنو محتاج فخليني لا ويعاند هم مرات. اي يعني بالضبط، يعني مرات لا اني جاي على هم يقولوا له يعني بمراكز تجميل او بالاماكن اللي هي مختصه بهذا الموضوع جزء غير توجه ما يقبل الا هذا اللي اريد انا. ممكن انت تقترح عليه هو يقول لا انا جاي مثلا على ابسط شيء اللي هي انتشرت اكثر شيء ابره العنبر اللي هي سوى الضجه، معني مجرد ابره نظاره تنطي لمعه بسيطه للبشره ما تسوي وتأثيرها مو طويل الامد، تاثيرها ما يتجاوز الاسبوع يعني. فصارت ضجه عليها تجي وعندها اي بالضبط يعني دي تجي هي عندها مشاكل تصبغات كلش عاليه، لا انا اريد ابره العنبر قالوا تعالج. لا هي ما تعالج، هي خطوات لازم يعني نراجع نشوف الغدد عندكم اذا اكو مشاكل، قصور بالغده، نشاط بيها ممكن بعض الحالات. الخطوات وين هاي يسووها؟ احنا من نتابع عاده مشاكل الجلد نوصيهم انه يتابعون ويا طبيب هرمونات او طبيبه نسائيه على مود يصير المتابعه من اكثر من جهه، يعني مرات تكيس المبايض او خربطه الهرمونات. هاي من الرجال شو يسوي اذا عدد ممكن عنده خربطة هرمونات؟ إذا يراجع ويا طبيب هرمونات طبعاً ممكن خربط، ممكن مشاكل بالغدة، ممكن يكون عنده قصور بالغدة الدرقية، هاي تسبب له عدة أهم بها مشاكل طبعاً تسبب تأثيراتها من المؤثرات الأولى على البشرة. دكتورة إحنا دائماً بلقاءاتنا اللي تخص التجميل والبشرة نحكي على خلينا نقول الناس اللي أقولهم مشاكل عادية، لكن نهمل الناس أو الفئة الشباب اللي عندهم حب الشباب. هل هذه فرصة أو وقت مناسب لي علاج حب الشباب بفترة الشتاء؟ هو حب الشباب يقدر يعالجه سواء كان بالصيف أو بالشتاء، خاصة هاي المشاكل، لأنه هو سيستم علاج. سيستم العلاج مالته راح يكون بمتابعة. إيش هو إلى علاج؟
طبعا إلى علاج حب الشباب أكيد إلى علاج. أكيد راح نراجع إذا كانت عنده مشكلات صحية داخلية ممكن إحنا نشوفها ونتابعها. بالنسبة للمشكلة الخارجية هو راح يكون عنده إفراز دهني أكثر من اللازم، بالإضافة إلى أنه هو التغذية ما تكون خاطئة، راح ننصحه أنه يبتعد عن الدهون، يبتعد عن السكريات، الحلويات، لأن هاي محفزة أصلا للحبوب. وممكن يخضع لجلسات بالعيادة تساعده بتنشيف الدهون، وممكن أكيد راح يكون إلفت كورس علاج خارجي من ضمنها اللي إحنا ندخله دائما اللي هو الريتان. بس أيضا الريتان راح يدخل ضمن نظام معين بالتغذية، ولازم طبعا آخر شيء أنت يا سحكيتي شغلة حلوة هم كلش مهمة اللي ذكرتها أريجها. إحنا ما عندنا وقت بس آخر شيء للشباب اللي عندهم تعرفين أنت حب الشباب، يعني البنات أو الشباب يأخذوا وياهم للكلية خاصة المرحلة الأولى يدخل بيها، فهنا يضطر يروح لمركز تجميل. هنا يصير اكو اختلاف، طبيب الجلدية يقول له لا تتقرب يم هاي الحبوب. بالضبط. مركز التجميل اصلا هو يجيب كرك ويشلعهم واحد واحد. وهذا الخطأ. هاي هنا شلون شو يسوي لازم؟ احنا قلنا سيستم العلاج مالتهم لازم هو يعتمد على بعض الأدوية اللي توصف خارجيا. فقط الأدوية. طبعا وإذا كان ملتهب أو عقدي أو محمار أكيد راح يدخل كورس مضاد التهابات بالأول، يلا يبلش كورس العلاج أصلا مال الريتان اللي هو أصلا راح يخضع لتحاليل وظائف الكلى والكبد ونتابعه، لأن هسه صارت حاليا وصفة حتى الريتان متداولة بإيد الكل، ما يعرفون أنه هذا ممكن يسوي قصور بالكلى، ممكن يسبب مشاكل بالكبد. طبعا واقع الشمس جدا جدا مهم لجماعة الحبوب، لأنه هو الشمس من المؤثرات اللي تسبب زيادة بمشاكل مهم للكل. بس مثلا احنا دا نحكي للشباب اللي مدى يهتمون انه على الاقل اهتم بواقي الشمس، ابتعد عن الاغذية الضارة وتابع ويا عيادة موثوقة. كلش نشكرك دكتورة. شكرا دكتورة هبة. حبيبتي تسلمي. اذن مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع باقي برامج اليو تي في، مع السلامة. يا ريت دائما نتبع رأي المختص باي مجال، روح للناس المختصة واللي تصرفه أنت على أساس يعني تختصر الوضع، لا غلطان، اللي راح تصرف أكثر بعدين وجوز ما توصل للنتائج اللي تريدها. فاذهب إلى المختص. مع السلامة.